الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام في كل مكان، نتواصل معاكم من ميدان التحدي بدولة قطر الحبيبة، ومن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قام هنا بميدان الشحرية. شوط ينتهي وشوط ينطلق. نحييكم مرة أخرى على انطلاقة الشوط السابع في مجموعة الأشواط في سباق هذا اليوم. والشوط السابع خاص بالإبكار الحقايج، والرحلة هي 4 كيلومترات، المقر الرسمية من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان. نسير في هذا الشوط، نبحر بهذه الشعارات التي وصلت من كل فج عميق كتشارك هذا المهرجان الغالي. نسير إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأعداد، على هذه الأسماء المشاركة في هذا المهرجان. في طريقنا كنغترب من المركز الأول. الله، تحدي ملموس شهدنا اليوم، عروض ممتازة قدمت من تحت أقدام الحقائق لليوم الثاني ضمن هذا المهرجان. نسير إلى المركز الأول في طريقنا إلى نغترب من مقدمة الشوط اللي استفتحت إذاعة الشوط في المركز الأول. الله الدكتورة، ولكن كنوز، كنوز في المركز الأول، محمد بن زايد بن محمد المنصوري اللي استفتحت إذاعة الشوط. ننتقل مع المركز الثاني، نجد في الفايزة، الفايزة في المركز الثاني المملوك للسيد علي بن راشد بن راية المري، نقلة مع المركز الثالث. نجد في المركز الثالث الغدوم على المركز الثالث من غبل فزعة، وصلت وانتقلت إلى المركز الثالث المملوكة لسعادة حامد بن مايجة الأحبابي مع المركز الثالث. غدوم على المركز الرابع من غبل اللي وصلت الشاهينية المملوكة للسيد مطر بن حمد راعي الشيق العامري مع المركز الرابع. في الوقت الذي ننتقل فيه مع المركز الخامس، نجد في المركز الخامس وصلت راهي في هذه اللحظات المملوك للسيد حمد الدهيمي بن حمد العامري مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمس الأولى بهذا الشوط، وخلف المراكز الأولى أسماء قوية تشارك بهذا الشوط، ترقبوها في الكيلو المتر الأخير. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع مخرجنا العزيز إلى المركز الأول. ترى طاري من قبل الفايزة، الفايزة الفايزة الفايزة، نعم تبغى الفوز، وبالفعل في موقع الفوز الفايزة المملوك للسيد علي بن راشد بن راية المري اللي ترقص على أرضية ميدانها الرقص الممتاز. بينما المركز الثاني متواجد كنوز للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري مع المركز الثاني. الله، الثنتين اللي في المركز الأول والمركز الثاني. بينما ننتقل مع المركز الثالث، نجد في المركز الثالث متواجد الشاهينية بشعار السيد مطر بن حمد رعشيج العامري القادمة من مدينة العين كتشارك بهذا المهرجان. ننتقل بالمركز الرابع، نجد في المركز الرابع وصلت راهي في هذه اللحظات، لا زالت في المركز الرابع وترقص في هذه اللحظات المملوك للسيد حمد بن الدهيمي بن حمد العامري، أيضا ضيفة من مدينة العين. ننتقل مع المركز الخامس، نجد في المركز الخامس انضمت لينا الشرود إلى المركز الخامس المملوك للسيد بريك بن سعيد بن صالح الجربوعي المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. اسم السيد بريك بن سعيد بالعرج المري مع المركز الخامس. موضعنا وين يا شباب في هذه اللحظات؟ قطعنا 3 كيلومترات، دخلنا في الكيلو، الكيلو الامتحان، كيلو الناموس، وكيلو اللالي، وكيلو السماعة بقيادة كنوز. الله، يا هال الغربية لا زالوا مسيطرين مع كنوز. كنوز في المركز الأول، محمد بن زايد بن محمد المنصوري لا زال مسيطر بالمركز الأول مع كنوز. يا كنوز الفوز والناموس
كله اللي انطلقت اللي بدعت بهذا الشوط عندما دخلنا في الكيلو الكيلو المتر الأخير، بينما المركز الثاني اللي تحركت مع المركز الثاني راهي للسيد حمد بن الدهيمي بن حمد العامري مع المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهينية للسيد مطار بن حمد رعشيقة العامري خلاص. ولكن الله 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 وصلت في هذه اللحظات، وصل وصل بن دحوي السيد محمد بن دحوي العامري، ولكن خلاص نعود نعود وين وقعنا وين في هذه اللحظات مع المركز الأول مع مقدمة الشوط كنوز يا كنوز. سلام سلام يا القريبية، سلام على هذه العروض اللي قدمتها كنوز في المركز الأول محمد بن زايد المنصوري. ولكن ولكن خلاص خلاص خلاص، السلام غربي السلام غربي، بالفعل بالفعل السلام غربي. تهانينا، ألف مبروك للسيد محمد بن زايد الخلفان المنصوري، وافق في المركز الثاني للسيد محمد بن مطر بن دحوج العامري، المركز الثالث للسيد مطر عشيقة العامري، والمركز الرابع وصلت في المركز الرابع مستمعين الكرام دمعة ياسر بن سالم بن محمد الدويكي، والمركز الخامس أصبحت في المركز الخامس الدرعية حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. هذه هي نتيجتنا للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني، توقيت كنوز تهانينا والناموس سيد محمد بن زايد المنصوري، 6:10 66 جزء من الثانية. تليها في المركز الثاني اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه الشاهينية للسيد محمد بن مطر بن دحروج العامري، 6:11 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث تصل فيه الشاهينية قاطعت المسافة في 6:11 36 جزء من الثانية. تهانينا والنابوس إلى السيدة مطر بن حمد رعشيقة العامري بفوز الشاهينية بالمركز الثالث. هذه نتيجتنا مسحوبة بالتوقيت الزمني. تهانينا والنابوس.